السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسين كرم. النهارده في موضوع جديد، ازاي تخفي الواي فاي بتاعك. طبعا نعمل مثال ان لو حد جالك من الضيوف وجي يفتح الواي فاي يلاقيك انك خائن، يلاقيك انك قافل الواي فاي او ما عندكش راوتر او ما دفعتش الاشتراك، بمعنى صح انك ما عندكش راوتر، مع ان انت لو قعدت وفتحت الواي فاي اشتغل معك عادي واشتغل مع صحاب الراوتر عادي واشتغل بكل امكانياته وتوصيلاته بتاعت اللان طبيعي. طبعا والطريقة ديت بتقسم على طريقتين. الطريقة الاولانية بنعمل اعدادات على الراوتر فودافون، والاعداد التاني بتخش تدخل الباسورد المخفي من عن طريق الموبايل. ونبدأ الشرح معانا بسم الله. طبعا خش على اعدادات الراوتر، كل راوتر وعلى حسب اعداداته. هنا طبعا هنخش على اعدادات الراوتر، نكتب 192.168.1.1. دي طبعا في كل اي راوتر دي داتا اتصالات فودافون. هنا طبعا الاعدادات زي ما انتم شايفين كده راوتر فودافون. هنا طبعا عشان اعمل الباسورد وندوس تسجيل دخول، او طبعا هنا تكتب باسورد فودافون فودافون من تحت على حسب اعدادات الراوتر عندك، وندوس تسجيل دخول. كده بقيت انت متحكم في الراوتر ذات نفسه. هنا طبعا تخش الديفايس متحددة من هنا وتخش على الويلان، وبعد كده دي تبقى الاس اس اي دي بمعنى صح. هنا طبعا تخش على البيزك والويلان. تمام، احنا كده طبعا هنا بقولك ان الشانل اعدادات قد ايه، طبعا هخليها الاوتو. هنا طبعا اسم الراوتر اللي هو الاس اس اي دي، هنا طبعا مسمينه حسين كرم. هنا طبعا النقطه المهمه بتعمل تشغيل هنا، بعد كده بتدوس عليها. تمام كده انت خفيت الراوتر. هنا طبعا بتيجي عند كلمه سكيورتي وبتحفظ الكلمه اللي عليها ويب ديسك ويب تو ديسك. اعلى حاجه في السرعه، اعلى حاجه في الحمايه بتاعتك. وطبعا انت بتحافظ الباسورد، وطبعا دوس موافق من هنا. وكده انت عملت الباسورد بتاعك مخفي. طبعا نتنقل للجزء الثاني، انك تخش تعمل اعدادات على الموبايل. لا طبعا هنا زي ما انتم شايفين هنا اسم الحسيني كرم مخفي من هنا. هنا طبعا نيجي عند علامة الزائد اللي هنا، اللي هنا، وطبعا هنعمل الاعدادات بتاعتها. ويندوز حفظ. هنا طبعا بيتأخر عمال بيعمل لك سيرش، وبعد كده بيعمل كونكت، بيعمل كونكت للشبكة. هنا طبعا هنعمل اعداداتنا بتاعت الواي فاي، هفتح الباسورد زي ما وريتكوا كده. طبعا انا عملتها اي حاجة عشان اوريكوا الطريقة بتعمل ازاي. ودلوقتي هنا هعمل الباسورد وارجع اوريكوا الواي فاي من تاني. وهنا طبعا قالك تم الاتصال بشبكة الحسيني كرم. ده طبعا كان شرحنا النهاردة بخصوص راوتر فودافون. شكرا لحسن استماعكم، معكم حسيني كرم. ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وشكرا.